النهاردة عقد اجتماع تنسيقي بين وزيري السياحة والأثار الدكتور خالد العناني والطيران المدني الطيار محمد منار، وناقشوا توفير مجموعة من التخفيضات من أجل تحفيز السياحة الوافدة لمصر عند عودتها في التوقيت اللي هيحدده مجلس الوزراء. وزير الطيران المدني أشار إلى أن وزارة الطيران قررت منح شركات الطيران تخفيضات بنسبة قدرها حوالي 50% على رسوم الهبوط والإيواء، ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح. من جانبه أوضح وزير السياحة والأثار أن هناك بعض القرارات اتخذتها الوزارة بالمشاركة مع الوزارات الأخرى هيتم العمل بها فور عودة السياحة الخارجية، ومنها تخفيضات على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد، واللي هيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم في كل المحافظات في التوقيت اللي هيحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية. تفاصيل أكثر عن الاجتماع والإجراءات اللي اتخذتها وزارة الأثار وأيضا وزارة السياحة هنعرفها هاتفيا من دكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار. أهلا بك يا دكتورة، وما هي أبرز الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة لتطبق بمجرد عودة السياحة الخارجية؟ أهلا، مساء الخير أستاذ. أهلا بحضرتك. الحقيقه زي ما حضرتك اشرت ان النهارده كان في اجتماع مع معالي وزير الاثار ووزير الطيران المدني. أيوة. بشان مناقشه الاجراءات اللي ان شاء الله هتتخذها الوزارتين علشان لما مجلس الوزراء يسمح بعوده حركه السياحه مره اخرى. طبعا اهم هذه الاجراءات كانت التخفيض اللي قدمته وزاره الطيران المدني وقدره 50% على رسوم الهبوط والايواء بالنسبة لشركات الطيران، وأيضا 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات. وده طبعا بيشمل المطارات اللي هي طبعا في الأماكن الشاطئية اللي هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح. طبعا حضرتك الفترة اللي فاتت شهدت بقى كتير من يعني الإجراءات والمشاورات ما بين الوزارات المعنية، وكان أهمها برضو زي ما حضرتك أشرت الاجراءات اللي تمت ما بين وزاره الطيران، اسف، ما بين وزاره السياحه وما بين وزاره البترول بشان كمان تخفيض نسبه او تكلفه الوقود بنسبه 10 سنت للجالون. فطبعا دي كلها اجراءات بتساعد على انها تشجع عوده حركه السياحه او حركه الطيران مره اخرى لما ان شاء الله يقرروا مجلس الوزراء. طيب دكتوره سهى، هل هيتم تخصيص فنادق خاصه بالسياحه الخارجيه تكون بعيده عن فنادق السياحه الداخليه، ولا هي هتكون نفس الاجراءات؟ لا يا فندم، الفنادق واحده، لان الفنادق عندنا الحقيقه بتتبع الاجراءات اللي وضعتها منظمه الصحه العالميه طبعا، ومنظمه وطبعا وزاره الصحه والسكان المصريه. ففي اجراءات مشدده جدا وضعت لاماكن الاقامه في الدوله بشكل عام، ودي كلها بتشمل سواء كان النزلاء محليين او نزلاء اجانب، فما فيش تفرقه طبعا خالص، لكنها اجراءات ملزمه للجميع. وطبعا ما بيبقاش في سماح للنزول اي او يعني استخدام اي فندق الا بحصوله على شهاده اللي هي شهاده السلامه الصحيه. أيوه. دي بتبقى معتمده من وزاره الصحه والسكان ووزاره السياحه وكمان غرفه المنشات الفندق. يعني في هذه الحاله هل هتتم زياده الطاقه الاستيعابيه للفنادق بعد عوده السياحه الخارجيه؟ طبعا وحضرتك هي زادت اوريدي تدريجيا، يعني هو وصلنا ل 50% نسبه الزياده في الاشغال بالنسبه للفنادق كسياحه محليه، لكن مجرد ان مجلس الوزراء يسمح بعوده حركه السياحه الخارجيه مره اخرى اكيد هيبقى في التزام برضو بنسب محدده يتم الاتفاق عليها، لكن اعتقد ان شاء الله كل الاجراءات اللي تم اتخاذها والافلام الدعائيه اللي بتتم علشان تطمن وتدي رساله طمانينه للمنظمين الرحلات على الاجراءات الاحترازيه اللي تم اتخاذها في مجال السياحه المصريه هتبقى ان شاء الله يعني مؤشر جيد جدا وكافي انها تشجع عوده السياحه مره اخرى. هل في فنادق اخرى تقدمت يعني واستوفت اجراءاتها الاحترازيه؟
الحقيقه لحد الان يعني احنا وصلنا ل 174 فندق، والاعداد في تزايد مستمر، يعني طلبات كثيره جدا لحصول على شهاده السلامه الصحيه. وفريق العمل المكلف الحقيقه وفريق التفتيش والرقابه على المنشات الفندقيه بينزلوا بالتعاون طبعا مع فريق من وزاره الصحه، بينزلوا يتابعوا هذه الاجراءات وبيتاكدوا ان الفندق مستوفيها، وبناء عليه بتطلع الشهاده. وطبعا في ازدياد، يعني كل يوم حضرتك هتلاقي في اعداد بعد ما يتم التاكد من انهم فعلا مستوفين هذه الاجراءات. طبعا التفتيش والرقابه علشان ياخدوا هذه الشهاده، ولكن بعد ما ياخدوها محتاجين نستمر في عمليه التفتيش والرقابه. هو تفتيش يومي تقريبا، يعني هو حتى بعد ما بياخدوها بيبقى في تفتيش في لجنه مشكله بالمرور على هذه الفنادق عشان يتاكدوا فعلا انهم يعني مش بس خدوا الشهاده، لا هم ملتزمين بكل الاشتراطات والاجراءات اللي هي ادت الى حصولهم على هذه الشهاده. طيب اخيرا يا دكتوره سهى، يعني هل هيرافق كل هذا حمله مره جديده يعني تتعامل في الخارج انه مصر جاهزه، مصر مستعده تستقبل السياحه الخارجيه مره اخرى، مصر خدت كل احتياطاتها واجراءاتها الاحترازيه، فيعني تعالوا يا سياح لمصر. طبعا حضرتك، هو يعني فعلا في تم ارسال افلام كثيره جدا للدول الاخرى ولسفاراتنا في الخارج، وفعلا بيتم حاليا الانتهاء من فيلم يعني ترويجي اسمه سائح في مصر، وده بيشرح بالضبط كل الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها الدوله من ساعه ما بيوصل السائح لحد ما بيغادر. ففي طبعا حمله تنشيطيه وحمله ترويجيه بيتم الاعداد ليها بشكل جيد جدا، فإن شاء الله قريبا هتساهم في أن عودة السياحة ترجع بشكل آمن بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتورة سهى بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، وبنتمنى لكم كل التوفيق.